في إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف الجامعات المصرية، وقع لواء أركان حرب سامي مصطفى مدير إدارة الحرب الكيميائية والأستاذ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وقع بروتوكول تعاون. يهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون العلمي والبحثي وتبادل الاستشارات الفنية في العديد من الدراسات البحثية التطبيقية لمواكبة التطور المتلاحق في مختلف المجالات العلمية، فضلا عن تنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة، بما يسهم في الارتقاء بالأسس البحثية التخصصية لمجابهة الأزمات والكوارث والأمراض الوبائية.